وبنرجع إلى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة ولقاء مع نجوم المهرجان. تناول أحداث حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام، هيك منقدر نوصف قصة الفيلم القصير 60 جنيه للمخرج عمرو سلامة، يلي عرض بافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويلي شهد ردود أفعال إيجابية من بعد عرضه. رحبوا معايا بمخرج فيلم 60 جنيه عمرو سلامة. فكرة الفيلم ببساطة هي كانت أنا كنت أنا وزياد وكنا بفكر أعمله أغنية مصورة، حبيت أسمع الأغنية جات له منين، جات من أي حالة نفسية عنده، جات أفكار اللي كانت في دماغه هو بيكتبها، حياته هو الشخصية، ودي استلهمت منها فكرة الأغنية اللي تحول بقى كده لفكرة الفيلم. كلنا بنتعرض للعنف الأسري، والفيلم بيتكلم على العنف الأسري، فده موضوع مهم نتكلم فيه علشان على الأقل يقل لو مش هيخلص. أسوأ حاجة العنف الأسري، لأن أسرة يعني حب، يعني احتواء، يعني احترام، يعني تناغم بين الأب والأم في تربية ولادهم، فأنت لما بتلاقي عكس الحاجات دي كلها أنت بتخش في صدمة، هي الصدمة اللي أنا شفتها في الورق. والله هو 60 جنيه تجربة، احنا يعني من أول يوم عمرو كلمنا فيها، هي تجربة أصلا غريبة جدا، هي فيلم ميكس ما بين ان هو ميوزيكال راب. انا شفته احلى حاجه في حياتي، لان يعني اول فيلم ليا، في اول مهرجان ليا، فطبعا كنت مبسوط جدا. يعني الحضور كان مرضي جدا، ويوم كان مرضي جدا، وهقول لك بصراحه بحته، انا اتاثرت جدا من العروض اللي كان ليها دعوه بالقضيه الفلسطينيه امبارح في الافتتاح، لدرجه ان انا انشغلت بيها وانشغلت نفسيا حتى عن فيلمي انا شخصيا. انا اكتر فيلم اخاف اعمله هو الفيلم اللي الناس تخلصه تروح تاكل حاجه وتنام وما تفتكروش تاني يوم. فالفيلم لو عمل حاله من الجدل وردود افعال متباينه، ده انا شايفه شيء ايجابي جدا. الفيلم ضم مجموعة من الشباب من بينهم حمزة دياب وروحية سالم، بالإضافة لبطل الفيلم مغني الراب زياد زازا بتجربته التمثيلية الأولى، ويلي عرفنا منه أنه قصة الفيلم مستوحاة من أغنية خاصة فيه. زي ما اقتحمت عالم المزيكا بالظبط، اقتحمت عالم التمثيل نفس الزقة بتاعت الباب، بس ربنا يكرمنا. يعني اتحاول علشان عمرو سلامة شاف له رؤية فنية أكبر مما هو لي، وادى للأغنية حجمها فعلا، فهم قصتي وأنا جاي منين، فعرفنا نودي حاجة أقرب ليا في الحياة. أنا بقدم شخصية عبادة، أخ لزياد زازا، وابن لأم، يعني أسرته مكونة من أب وأم وولدين، وعندنا عم وليه ولدين برضو. شخصيتي أنا كعبادة، أنا قاعد على كرسي متحرك بسبب إصابة مش إعاقة مولود بيها، وده التخيل اللي احنا تخيلناه يعني، ودي أنا اشتغلت عليها. زياد زازا ما كان مغني الراب الوحيد يلي تعامل معه عمرو سلامة بأعماله، فسبق وشفنا ويكز بمسلسل بيمبو، فيا ترى شو هو السر؟ قولها يا بيمبو. انا بحب الرابرز جدا، انا بحب الراب والتراب وبسمعه، ده نوع من انواع الموسيقى اللي انا بحبها جدا، ولاني بحبها منشغل بفنانينها وجايبين وثقافتهم وخلفياتهم وعايزين يقولوا ايه، فبحب اتعاون معاهم جدا لان انا ببساطه بحبهم. يعني جدير بالذكر انه هيدي هي المره الثانيه يلي بيفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامه فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فافتتح فيلمه الشيخ جاكسون الدورة الأولى من المهرجان عام 2017، ويلي تعرض بسببه لموقف مستحيل ينسيه طوال عمره. كنت بكلم بجد فعلا، انا يومها رحت المستشفى بالليل، ده بجد يعني يوم عرض الشيخ جاكسون الاولاني في الافتتاح في مهرجان الجونة الاول، كان يوم
كان الشاشة فيها مشاكل، كان أول مرة للمهرجان، كان الحفل افتتاح طويل، الناس تعبت بعديه فخرجت من القاعة، فأنا كنت مستني الناس كلها تشوف الفيلم، فلقيت ما حدش قاعد تقريبا في القاعة، الناس قليلة جدا يومها، وحصل ظروف تانية يومها كمان، ففعلا يومها تعبت جدا، ورحت حتى مستشفى الجونة هنا.